محمد حسين خضير عنده رسالة الجعفر الموسوي يطلب منها أن ينقل من هذه المكان لأن هناك من أساء للعراق 35 سنة ويردون قتله. حصلت مشاكل بينه وبين وطبان، وطبان كان يعني حتى أشار في رسالته عند لقائه مع الرئيس وطبان قال له أنت كنت تعتدي يا وطبان على الأسرى وتتعدى عليهم. صدام حسين نعم دلوقتي. فكانت فعلا أكون مشاكل يعني أحمد حسين خضير حضرتك تفضلت أنا والله ما أعرف بالضبط يعني هاي رسالة فحواها. لا رسالة أنا شايفها جعفر رانيها جعفر الموسوي. نعم بس سمعت تسجيل صوتي بين جعفر الموسوي لأن الرجل تراجع عن الشهادة في قضية الدجيل. من تراجع؟ أحمد حسين خضير. تراجع كان شاهد لصالح صدام؟ لا ها؟ شاهد إثبات ضد ليس هو فحسب من تراجع.